الزخم والنقاش في إطار عائلة الأهلي مستمر بحثا عن الوصول وصياغة نظام أساسي، لائحة نظام أساسي تليق بنادي القرن. هذا الزخم الحقيقة اختتم بالأمس الندوات العامة أو لقاءات عائلة الأهلي لمجلس الإدارة واللجنة المركزية لإعداد اللائحة مع أعضاء النادي الأهلي في الشيخ زايد. سبق لقاء في المقر النادي في الجزيرة، ثم مدينة نصر، وأخيرا الشيخ زايد. الحقيقة أنه وإحنا بنتكلم الآن مع حضراتكم على الهواء ملتئم اجتماع بين اللجنة الأولمبية المصرية وبين مجلس إدارة النادي الأهلي واللجنة المركزية داخل النادي الأهلي في الجزيرة لتقديم الملاحظات الخاصة باللجنة الأولمبية على بعض المواد لضمان أن تخرج كل مواد وبنود اللائحة متسقة مع الميثاق الأولمبي وقانون الرياضة وبالتأكيد الدستور المصري. لقاءاتنا مستمرة مع حضراتكم، فاسمحوا لي أرحب بكم في هذا اللقاء استمرارا لحالة النقاش واستطلاع الآراء، سواء أعضاء مجلس الإدارة المحترمين اللي سعدنا بوجودهم معنا عبر شاشة قناة الأهلي وبرنامج الأهلي الليلة، أو السادة أعضاء الجمعية العمومية اللي أسهموا إسهام كبير الحقيقة بأرائهم ومقترحاتهم القيمة، خاصة أن الجمعية بتضم يعني قامات كبيرة في مجالات شتى، بالتأكيد هي قادرة على صنع لائحة تليق فعلا بالنادي الأهلي. معي اليوم الدكتور وليد الفيل، عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي وواحد من الأعضاء المحترمين اللي بنكن لهم تقدير واحترام. أهلا بك يا دكتور وليد. أهلا بك يا أستاذ، سعداء بيك ومنورنا. ربنا يخليك، أشكرك أولا في البداية على الدعوة الكريمة اللي أنا تلقيتها، ويفضل قناة الأهلي بيتنا يعني اللي بنعتز بيه رغم يعني طلبات كتيرة للظهور الإعلامي، لكن قناة الأهلي ليها طبعا مذاق خاص، خاصة لما تستضيف رأي آخر كويس. يعني يمكن الدعوة تلقيتها رغم علم إدارة القناة وإدارة النادي بأن هي بعض التحفظات على بعض أمور خاصة بأداء المجلس اللي هي لمحل الذكرى الآن يعني، إنما رغم كده الناس كانت حريصة أنها تسمع الرأي الآخر طبعا، وده أمر طبعا لابد من الإشادة بيه، لأن احنا في الآخر خلينا نبص، هذه الصورة لن تراها إلا في النادي الأهلي. حقيقة مشهد محترم، إن الكل حريص، الكل بيتحدث لغة واحدة اسمها مصلحة النادي الأهلي. مجلس إدارة بقى معارضة، مؤيدين، رغم إن لفظ المعارضة ده أساسا أنا ما بحبوش، يعني أنا ما بحبوش بسميه رأي الآخر. عيلة الأهلي عيلة واحدة طبعا، ومجلس إدارة حريص على كده، وكابتن محمود خطيب طبعا، وطبيعي جدا إن يكون في تباين وخلاف وجهات النظر، لكن لا يرقى إلى فكرة إيه موالاه ومعارضه. لا لا خالص يعني، خالص هو بس يعني بدايه انا عايز اوجه رساله كده لفئتين من الناس يعني. يمكن النهارده مجرد ان انا قلت ان انا طالع في قناه الاهلي الساعه 8 في فئتين كده، رغم ان هم قله، بس الحقيقه لازم برضه انا يعني بخاف بقلق دايما على مستقبل الاهلي من الفئتين دول يعني. الفئه الاولى يعني طالعه تقول ازاي تجيبوا وليد الفيل وهو معارض وهو بيهاجم المجلس وهو مش عارف ايه وكلام زي كده، والفئة الأخرى بتتكلم ده وليد الفيل لا يمثل المعارضة، ده ازاي ده طالع في قناة الأهلي، ده طالع مع الأعداء النهارده. هي فكرة المعارضة من أجل المعارضة، ولا هو فكرة رأي بناء من أجل الصالح العام؟ بس مفيش وطن على وجه الأرض ومفيش مؤسسة الحقيقة تم بنائها ولا حققت تقدم إلا بالاستفادة من الرأي الآخر طبعًا الوطني في هذه المؤسسة أو في هذا الوطن طبعا يا فندم، ده على مستوى البلد أو على مستوى النادي. صحيح، في ناس متخيلة المعارضة دي مهنة أو وظيفة يعني، الصبح يعني بالليل كده بنام تقول للمدام صاحيين الصبح عشان نازل عارض مثلا يعني، عارف عندي معارضة الصبح، ما ينفعش. هي ليست خناقة، احنا بنتكلم في مصلحة عامة. إذا وجدت أن المجلس فعل شيء جيد سأمتدحه وسأشيد به، إذا وجدت إن المجلس أخطأ أو إن الإدارة حادت عن الطريق اللي المفروض تمشي فيه من وجهة نظري، لا أدعي إن أنا أمتلك الحقيقة المطلقة أو إن رأيي على صواب، قد أكون على خطأ، لكن لو شفت من وجهة نظري إن المجلس أخطأ أنا هقول على الملأ في قناة الأهلي أو في أي مكان آخر، لأني بنتقد أداء ولست أنتقد أشخاص. صحيح، فهي دي الفكرة، ويبقى لازم الاحترام والحب لازم ومصلحة الأهلي طبعًا تجمع الجميع تحت مظلة هذا الكيان العظيم. طبعًا طبعًا، ودي ميزة الأهلي عن أي حتة في الدنيا. أنت كمان يعني الحقيقة ما حدش يقدر يزايد على انتمائك للنادي الأهلي دكتور وليد، وكنت من الشجاعة إنه مؤخرًا حتى بعض الزملاء بعتوا لي ستيتس لحضرتك على صفحتك الشخصية على الفيسبوك، أشهد بأداء المجلس فيما يتعلق باللائحة، وقلت أنه فكرة طرحها للمعارضة واستقبال الرأي والتعديل والاستجابة لأعضاء الجمعية العمومية بالإضافة لبعض المواقف الأخرى الخاصة بفريق الكرة وكده، ده يجعلنا يعني نشد على أيدي المجلس ونشكره ونحييه على هذه الخطوة. طبعا إذا أحسن ده المجلس، موقف محترم منك. إذا أحسن المجلس لابد أن ندعمه دعم الراغب في نجاحه. إذا أخطأ المجلس لابد أن نأخذ على يده حتى يصحح ما أخطأ فيه.
احييك. ده اللي طيب احنا لازم نتكلم خليني فيه. بقى اتكلم معاك النهارده عن لائحه النظام الاساسي. اتفضل. اللي اجتهدت اللجنه وتم دفعها مباشره بدون حتى تدقيق وتصحيح للساده الاعضاء ليكون عندنا فرصه كبيره ندلي بدلونا في هذا الامر. مظبوط. الحقيقه انه خليني اقول لك انه تم اقرار تعديل 18 ماده، وبكره هيتم تعديل عدد اخر من المواد نزولا على رغبه اعضاء الجمعيه العموميه. انت رؤيتك ايه اجمالا في هذا المشروع؟ ثم اذا كان في بعض المواد بحاجه الى ما احنا عايزين نلحق قبل نهايه التعديلات. اولا خلينا نتكلم، احنا كنا حريصين حقيقه ان حضرتك شرفنا النهارده لانه ما زالت اللجنه بتستقبل المقترحات لغايه النهارده بالليل. كابتن الخطيب قال في الندوه ان هو لغايه الساعه 12 بالليل يعني، فاحنا الحمد لله قبل الايه واحنا عندنا زملاء هيفرغوا حديث حضرتك وهيرسلوا على طول اذا ما كنتش انت بعته بالفعل بالميل او باي طريقه اخرى للجنه. شايف يعني خلينا نتفق اتفاق، القيمة ليست في أن تستمع للرأي الآخر، القيمة في أن تستجيب لهذا الرأي طالما أن له قدر من الوجاهة أو المنطق. أتفق معاك. احنا بنطرح رؤية. أتفق معاك. يعني أنا عايز أقول وأكد على مجلس الإدارة، مش القصة يا جماعة أن أنتوا تسمعونا وخلاص، لا القصة أن أنتوا تسمعوا وإذا وجدتم أنا ما أطرحه في وجاهة أو في منطق صحيح. يبقى لابد من أخذ من هذا المنطلق احنا بنتكلم. خليني بداية أنا أقول لحضرتك أن اللائحة صدرت فيها بعض البنود المثيرة للجدل. عظيم. قد يكون في بعض البنود الأخرى اعتداء صارخ على حق الجمعية العمومية. عظيم. زي مثلا انفراد المجلس بالتفسير اللائحة وتعديلها. زي موضوع الأرملة والمطلقة، زي إنك تفصل عضو دون الرجوع إلى الجمعية العمومية. لكن هذه المواد تم تعديلها واستجاب المجلس بسرعة. كنت لسه هتدخل أنا بقول لحضرتك أنا بلخص القصة من البداية يعني. فده طبعا أمر لابد من الإشادة به ولابد من شكرهم عليه. كمان لازم اشيد بنقطه مهمه جدا، الاهلي رعاها في لائحته كويس، كانت يعني بتثير مشاكل كبيره في الماده 129 اللي هي الخاصه بتسويه المنازعات. مثلا القانون بيتكلم على مركز التسويه والتحكيم، الناس مركز التسويه والتحكيم، وده هنتكلم عليه برضو عشان ده فيه مشاكل كبيره يعني. فدايما بس في النهايه انت ملتزم بالقانون. لا ما هو ما احنا هنتكلم بقى في الالتزام بالقانون في الجزئيه دي بالذات، لان فيها مشكله، اصل ده فيه مشاكل قد تؤدي الى بطلان اللائحه، وهقول لحضرتك ايه هي دلوقتي واحنا بنتكلم. قضية مركز التسوية والتحكيم كان أي منازعة بتروح له، رغم أن القانون أساسا اختص مركز التسوية والتحكيم بالمنازعات الرياضية فقط، الأهلي راعى ده في اللائحة بتاعته. فدي نقطة أنا يعني فعلا احترمت جدا أن هم فصلوا المنازعة الرياضية تروح مركز التسوية والتحكيم، أما المنازعات غير الرياضية فتروح للقاضي الطبيعي اللي هو مجلس الدولة. فدي نقطة مهمة جدا الأهلي عملها في لائحته. نقطة تانية برضو تعديل المكتب التنفيذي، المكتب التنفيذي كان دايما لازم النائب يبقى موجود والا الدنيا تقف. لائحه الاهلي النهارده عملت ان ممكن يكون الرئيس او النائب، وده الصح، لان افرض النائب غاب النادي ما وقفش، صح، مكتب التنفيذ ده يعني يبقى في مرونه يعني، طبعا حريه حركه. افرض في خلاف بين الرئيس والنائب وده امر وارد كويس، او يجي النائب يعني من قايمه والرئيس من قايمه مثلا، يبقى اذا هنا فبالتالي في تباعد او خلاف في وجهات النظر، تباعد او خلاف ده ممكن يؤدي في الاخر الى مشاكل تعترض. وده حصل يا دكتور وليد في مجلس الكابتن محمد عبده صالح الوحش، حصل في مجلس واعتقد كان مش فاكر كان احمد بيزك عبد الهادي الجميع رحمه الله عليهم يعني او الحي منهم ربنا يدور الصحه، حصل يعني. انا متذكر انه ده وارد ولا ينقص من قيمه ولا من مكانه ولا من هيبه الاهلي هذا التباين اللي داخل المجلس. الخلافات وارده، لكن كان ضروري فعلا تعديل الجزئيه الخاصه بالمكتب التنفيذي يعني. فده برضو تم في اللائحه الجديده كويس. طبعا برضو الغاء ماده التعيين ده كان امر يعني، ده كان اعتداء على حق الجمعيه العموميه، وده يعني الناس صحيح. ردت الحق لاصحابه، فده طبعا يشكروا عليه. لكن يبقى ان هناك بعض الامور التي لابد من الاشاره ليها، وعندي عزيز. قضيتين ملتهبتين جدا خلينا نبدا فيهم نناقشهم ونعرضهم فورا على بقضيه اعضاء الشيخ زايد. ده الموضوع طبعا اعضاء الشيخ زايد خلينا نتكلم شويه كده عشان انا هختلف الحقيقه شكلا وموضوعا في كل مع كل ما اثير الفتره اللي فاتت في القناه حول احقيه اعضاء الشيخ زايد في ادراجهم في الجمعيه العموميه ولا لا. رقم واحد خلينا نقول للناس الاول نصحح صوره عشان هناك من يسوق ان اعضاء الشيخ زايد بيزايدوا او بيضغطوا للحصول على مكاسب ليست من حقه اطلاقا. فخلينا نصحح الصوره بصراحه يعني شانهم شان اعضاء الاهلي شيء مشرف ومحترم كويس. الناس دول عايزين يبقى لقاء مفتوح معاهم شيء يدعوك للفخر الحقيقي. طبعا طبعا انا بتكلم على من يسوق ده. الناس عايزين ايه؟ اعضاء الشيخ زايد ايه قصتهم ببساطه شديده؟ الناس رفعوا دعوه كويس بيطالبوا فيها بالحصول على حقهم الشرعي والدستوري والقانوني في حضور الجمعيه العموميه وفي المشاركة في عملية التصويت وحق الترشح، وهذه حقوق يكفلها الدستور. الناس لما رفعوا القضية دي صدر لهم حكم من محكمة القضاء الإداري في شهر 3 سنة 2017 بيؤكد هذه الأحقية. طيب
النادي كاجراء قانوني هل المجلس السابق ادرجهم؟ اه طبعا. ما انا لسه هقول لحضرتك المجلس السابق تصرف ازاي عشان برضو عشان الكابتن الخطيب ومجلسه ما يقعوش في نفس الفخ اللي حصل في المجلس السابق كويس، اللي هو فخ اللجنه الاولمبيه اللي هم مجتمعين معاه دلوقتي. اللي حصل ان حكم محكمه القضاء الاداري ده مفروض انه حكم نهائي وواجب التنفيذ. هذا الحكم صدر قبل القانون، القانون صدر في 31/5 وقبل اللائحه الاسترشاديه. اذا الناس اعضاء النادي الاهلي بالشيخ زايد اصبح لهم مركز قانوني يتيح لهم حضور الجمعيه العموميه قبل صدور القانون. كويس. النادي كاجراء قانوني طعن على هذا الحكم، ده طبيعي انه يعمله، ده الطعن ده تم ايام المجلس السابق. الحكم صدر في المجلس الحالي في 5/2018، في شهر 5/2018 صدر حكم نهائي وبات من المحكمه الاداريه العليا بيؤكد احقيه اعضاء الشيخ زايد في ان هم يحضروا الجمعيه العموميه ويمارسوا حقهم الدستوري في الترشيح او في الترشح. كويس. تصويت الانتخاب عظيم. المجلس السابق عمل ايه؟ المجلس السابق في الجمعيه العموميه الخاصه باللائحه اللي هي طبعا برضو اللجنه الاولمبيه ما اعتمدتهاش لاسباب هم يعلموها كويس، ادرج اعضاء الشيخ زايد تنفيذا لهذا الحكم القضائي. لما جه في وقت الانتخابات ارسل للجنه الاولمبيه خطابين بيسالهم، الخطاب الاول ادرج اعضاء الشيخ زايد ولا لا، فردوا عليه قال له انت عندك لائحه استرشاديه نفذها، رد عايم وملوش يعني يعني ما هوش رد قاطع يعني. ارسل النادي جواب اخر بيقول له مره تانية ادرج اعضاء الشيخ زايد ولا لا، لان دول ناس معاهم حكم نهائي وبات، لا ما كانش لسه بقى بات، كان معاهم حكم نهائي. اللجنه الاولمبيه لحد النهارده لم ترد على هذا الخطاب وساب الموضوع. طيب خلي بالك في رد الوزير الشباب السابق المهندس خالد عبد العزيز بعد الحكم المصادر ببطلان الجمعيه العموميه، قال لا انه المجلس محصن طبقا لقانون الرياضه الجديد وانه الجهه الوحيده المنوط بها الفصل في هذا الامر هو مركز التسويه والتحكيم في المركز الاولمبي. والحقيقه انا طرحت هذا السؤال على الاستاذ طارق قنديل في اول لقاءاتنا في القناه. الراجل اعطاني صورتين من الحكم، لو معانا كنا نقدر نطلعهم على الشاشه. عارفهم حكم لناديين ظهور يعني احنا ما قلناش الناديين ده، خلينا اقول انا اهو خلينا نتكلم عندهم فروع ونفس المشكله بتاعه اعضاء الشيخ. لا لا حضرتك نادي الزهور مشكلته مشابهه للنادي الاهلي، وهقول حضرتك ايه قصته دلوقتي. نادي الهليوبلس مشكلته تانية، ده اللائحه بتاعتهم بتمنع اساسا ان العضو يستكمل ويدفع الفرق فخلينا نستبعد نادي هليوبلس، خلينا نتكلم في قضيه نادي الزهور. نادي الزهور واخد حكم كويس برضو، حكم من القضاء الاداري والمحكمه الاداريه العليا غالبا هتؤيد هذا الحكم. هم راحوا مركز التسويه، مركز التسويه كويس اداهم او رفض الدعوه بتاعتهم بخصوص هذا الامر. ده لا ينطبق على اعضاء زايد لعدة أسباب. السبب الأولاني لما راحوا مركز التسوية، هم مركز التسوية بينظر قضية خاصة بنادي الزهور، احنا بنتكلم في قضية خاصة بأعضاء الشيخ زايد، ده رقم واحد. رقم اتنين، الذي يختص بتسوية المنازعات غير الرياضية وفقا للقانون هو القضاء الإداري. مركز التسوية والتحكيم لا يختص دي مش منازعة رياضية، بس قانون الرياضة ما نصش على كده دكتور. لا يا فندم، نص على ان مركز المادة 66 نصت مركز التسوية والتحكيم يختص بنظر المنازعات الرياضية، وعرف حتى امثلة المنازعات الرياضية، نزاع مع لاعب مع مدرب مع وكيل لاعبين مع شركة راعي، دي الحاجات اللي نص بس عليها. بس القانون واللائحة والميثاق الاولمبي اعطى للنادي الحق في فكرة قبول العضويات، انشاء فروع، يعني كل ما يتعلق بتسيير امور النادي الفنيه القانون اعطى للنادي الحق فيه، لكن الامور الماليه زي ما حضرتك عارف اصدر لائحه مركزيه ملزمه لكل الانديه. كويس، لو هنتكلم في القانون وانا بس عفوا عشان ما اقطعش حضرتك وادي حضرتك كل الحق. امبارح في الشيخ زايد لما مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب واعضاء اللجنه التقوا الساده الاعضاء الافاضل، الحقيقه بعض الساده الاعضاء المحترمين اثاروا هذا الامر، وكان رد الكابتن محمود الخطيب واضح، احنا مع القانون وما يعني تؤكده الجهه الاداريه وفتواها في وزاره الشباب واللجنه الاولمبيه اللي هتقعد معانا النهارده، كان يعني تقعد مع النادي النهارده والاجتماع لسه مستمر، بقول لحضرتك احنا ملتزمين بيه وسنقرره. فالحقيقه انه ليس هناك تعنت لا من المجلس السابق ولا من المجلس الحالي بخصوص اثق في هذا اكيد من مصلحه، وبالتالي اللائحه يعني وفي حرص كامل على انه اللائحه تخرج مطابقه لميثاق الاولمبي وقانون. انا متفق مع حضرتك متفق مع حضرتك، اكيد ان المجلس حريص على ارضاء الاعضاء، ما هو اكيد مش عايز يعادي اعضاء، لكن هذا الحرص كويس لابد ان يترجم الى واقع عملي. تنصح بيه يا دكتور؟ انا هقول لحضرتك بس خليني قبل ما انصح، ما هو ليه انا بقول لحضرتك ان الناس دول ليهم احقيه. الماده 70 من قانون الرياضه كويس بتنص على ان مركز التسويه والتحكيم لابد ان يلتزم في احكامه
بالقانون رقم 27 لسنة 94 اللي هو قانون التحكيم. قانون التحكيم ده فيه بند مهم جدا بيقول ان لا يصح ان حضرتك تصدر حكم مخالف لحكم قضائي. ازاي يعني؟ يعني مش معنى ان مركز تسوية اصدر حكم ده الباطل هو الحكم الذي اصدره مركز تسوية التحكيم، هذا حكم باطل اللي هو يخص نادي الزهور. طب وفي حال وجود حكمين متضاربين ايه؟ نعمل منازعه تنفيذ بقى امام المحكمه الدستوريه؟ لا 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 لا، هو مين اصلا مركز تسوية التحكيم؟ لا، ما هي حكم قضائي مركز تسوية التحكيم، احكام قضائيه، لا هي لجنه قضائيه وقراراته قضائيه. ما قراراته قضائيه، انما هناك سلطه اعلى اسمها محكمه اداريه عليا، دي اعلى محكمه في البلد، وهذه المحكمه ايدت حق اعضاء الشيخ زايد في انهم يحضروا الجمعيه العموميه. علينا بتنفيذ احكام القانون، ما دي ما فيهاش. خلينا نكون متفقين انه حضرتك وانا والمجلس الحالي وحتى المجلس السابق هذه قضيه شائكه يحسمها القانون. يعني لا اللائحه ولا وضعيها الان يملكم يعطوا حق لاعضاء الشيخ زايد. قد عشان كده جت زياره اللجنه الاولمبيه. النادي يملك الحق. لا خليني اختلف مع حضرتك، النادي القانون كل ما تعرض ليه بالنسبة لأعضاء الفروع أنه أعطى الأندية الحق في إنشاء فروع. لم يتحدث القانون إطلاقا عن تنظيم حقوق أعضاء الفروع ولم يعدل وضعهم. يعني القانون لما جه حضرتك القانون لو طبق بأثر رجعي حتى لو صدر القانون. تخليني أسأل حضرتك سؤال بشكل مختلف يا دكتور. اتفضل. حضرتك عضو جمعية عمومية قديم والحقيقة وحد من أعضاء الأهلي اللي يعني اللي دايما لهم إسهامات كبيرة في النادي الأهلي حتى ولو كان رأيك مخالف لمجلس الإدارة، وده شيء محترم يعني. احنا عندنا 180 ألف أسرة في النادي. أعضاء الشيخ زايد 7000. ثلاثة منهم استكملوا عضوياتهم ليصبحوا أعضاء في الجمعية العمومية. كويس. وأربعة لم يستكملوا عضوياتهم. وكان في فتوى من الجهة الإدارية قالت إنه من تاريخ افتتاح الفرع اللي هو في 31 مارس 2015 في 3 سنين يستطيع السادة يقدر يستكمل فيه عضويته. والمجلس الحالي إداهم الفرصة وما إلى ذلك. امبارح طلبوا إنه يتم نص في اللائحة إنه 3 سنين دول يبقوا 4. والحال انه اللجنه ومجلس الاداره بس كابتن محمود الخطيب استجابوا. وبالتالي هيبقى عندنا فرصه كمان لغايه 31 بمجرد اقرار اللائحه ل 31 مارس المقبل انه حضرتك لو من اعضاء الشيخ زايد وعايزين نستكمل بالتقسيط وطبقا للمبالغ اللي احنا دفعناها، يعني كانت عضويه النادي الاهلي 250,000، هو دفع مثلا 50 او 70، يستكمل الباقي بالتقسيط. النادي الحقيقه ما بيتعنتش في هذا الامر ويصبح عضو جمعيه عموميه، مش كده وبس، وله الحق في دخول الجزيره ومدينه نصر والتجمع مستقبلا. يا فندم ليه انا بسال حضرتك السؤال ده؟ اتفضل. لانه انا مثلا اشتركت ب 250,000 جنيه. كويس. مش هبقى مرتاح يعني، مش انا تحديدا يعني، ممكن في حاله يعني طبعًا. هتجد ايه في نوع من اللغط قد يحدث ما بين الاعضاء القدامى اللي اشتركوا بمبالغ كبيره وعندهم حقوق معينه اكتسبوها بحكم القانون، وما بين اعضاء الشيخ زايد المحترمين اللي اصبح عضو جمعيه عموميه وله الحق في حضور الجمعيه وفي التصويت وفي الانتخاب وهو ايه لم يدفع هذا المقابل. وعلى الرغم من ذلك مجلس الاداره بيقول لك انا ما عنديش اي مشكله. هي المشكله مش مجلس الاداره يا شريف بيه. المشكله مش في كده. المشكله كده ان احنا بنربط الحق الدستوري بنواحي ماديه، وده خطا. حضرتك ما في العضو ده يستكمل الاشتراك بتاعه عشان يستفيد من الفروع الاخرى. يعني انا سمعت راي مثلا الحقيقه مضحك، يقول لك احنا ممكن نسمح لهم بارتياد الفروع الاخرى انما ما يصوتوش. ده عبث، لان حضرتك هنا بتمنحهم ما ليس من حقهم. هم لما تعاقدوا مع النادي تعاقدوا انهم يستفيدوا من مرافق الشيخ زايد، انما حقهم الدستوري ده لا يرتبط باي نواحي ماديه. المشكله في حكم التسويق مش عايز عشان دفع يصوت. ده قال جمله خطيره جدا اراها الاستاذ الاندير، انه انا لا املك اني اعطيه هذا الحق، لانه من لا يملك لا يعطي من لا يستحق. مظبوط. يعني هو شايف انه ما يملكش قانونا ان هو يعطي هذا الحق لاسباب والتزامات ماليه. يعني خصوصا القانون لما ادى فكره العضو الفرع، فاحنا دايما بنقول ايه العقد شريات المتعاقدين. مظبوط. يعني انا وحضرتك لما رحنا اشتركنا في الشيخ زايد كنا نعلم ان عضويتها تقتصر على هذا الفرع فقط وهم دون حضور الجمعيه العموميه. لا، هم عضويتهم تقتصر على الفرع فقط دون دخول الفروع الاخرى، مش دون حضور الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه ده حقه يا شريف بيه، دول ناس دفعوا فلوس. طب عندك حل قانوني ليها في اللائحه؟ انا شايف وليد انا شايف المجلس يدرسه وهيبقى سعيد جدا بهذا الطرح. الحل تشكيل لجنه فعلا من مجموعه من القامات، يعني لو استنينا شويه على اللائحه مش هيحصل مشكله. اتفضل. انما تشكل لجنه من قامات قانونيه فعلا تفصل في هذا الامر، لان الناس دول انا بقول لحضرتك صحاب حق، وتذكر ان موضوع الشيخ زايد ده سيؤدي في لحظه ما الى بطلان هذه اللائحه. انا يعني قلت هنا في قناه الاهلي اهو، وتذكر هذه الجمله.
خليني اختلف مع حضرتك، نسيبه ونروح لحاجه ثانيه، لانه زي ما بقول لحضرتك انه احنا عندنا حكمين من مركز التسويه والتحكيم، هم هيروحوا تاني للقضاء الاداري. بس هيروحوا تاني للقضاء الاداري اللي هو القاضي الطبيعي بتاعهم، ويطعنوا على هذه اللائحه لانهم لم يتم ادراجهم في كشف الجماعه. القضاء الاداري مش مختص كده دكتور وليد، لا يفهم مختص لانه ده وفقا للائحه بتاعتنا الجديده دي اصبح القضاء الاداري مختص، لان ده اللائحه اللي احنا عاملينها، لان هذه منازعه ليست رياضيه. القانون اختص مركز التسويه والتحكيم بالمنازعات الرياضيه فقط، واي كلام غير كده صدقني ده كلام غلط. اصل ده قانون، احنا مش بنتكلم في ده، واضح ماده 66 نرجع لها نشوف كده القانون بيقول فيها ايه، ان مركز التسويه والتحكيم ده ينظر في المنازعات الرياضيه فقط، وعرف مجموعه من المنازعات الرياضيه. طيب هي الماده دي مش قد تكون عدلت واصبحت مركز التسويه والتحكيم هو المسؤول عنها؟ لا لا لا، لم يعدل، لم يعدل. اصل في النهايه القانون لا يعدل الا في لائحه كويس، واللائحه الاسترشاديه اللي هم اصدروها خلاص زي بالنسبه لنا بعد ما نصوت على اللائحه دي هتصبح لغيه، ليس لها محل من الاعراب. فيعني طيب الحقيقه يبقى الدكتور وليد ليه مقترح مهم جدا بيطرحه بخصوص الموضوع المثار، واللي اثروه ايضا بعض اعضاء الشيخ زايد المحترمين بالامس مع الكابتن محمود خطيب ومجلس الاداره واللجنه المركزيه، انه كيف نحضر الجمعيه العموميه. ده شيء مهم جدا ان احنا يكون عندنا موقف قانوني واضح لضمان تحصين هذه اللائحه. وده موقف يحترم الحقيقه من الدكتور وليد. طيب. ومقترح مهم ومن اعضاء الشيخ زايد. طيب. في قضيه ثانيه حضرتك قلت لي عليها، القضيه الثانيه قضيه الشركات، والحقيقه ده مش يعني مش عايز احمل هذا الخطا لمجلس الاداره في اللائحه، ان ما ذكر الماده 8 اللي بتتكلم عن تاسيس الشركات. الماده 8 دي اكتر ماده خدت نقاش واتعمل حواليها ورشه عمل برئاسه الدكتور فاروق عقده، وغالبا هطمن حضرتك اذا كان ليك اي تحفظ عليها يعني. انا لازم يعني انا مش هدي قرار نهائي فيها الا لما اشوف ماذا تعمل في التعديل فيها. ماشي كويس، لان هي اتعدلت وانا كان معايا صوره من التعديل، انا للاسف ممكن الشباب يجيبوه لي، لم ينشر التعديل فيها. لكن خليني اتكلم بس على شويه نقط كده في عجاله في الجزئيه دي بالذات في قضيه الشركات. النهارده مش معنى ان حضرتك احتفظت بحصه حاكمه في راس المال كانت 66%، عرفت انها اتعدلت 51%. كويس. مش معنى انك احتفظت بحصه حاكمه انك انت كده بقيت في امان كامل. ليه؟ اولا القانون، وده مشكله في القانون اساسا مش عندنا في اللائحه بس، دي مشكله في القانون. القانون لم يحدد معايير او ضوابط لانشاء الشركات، ساب كل اللي قاله القانون هو نفس اللي اتقال في اللائحه في المشروع اللائحه، ان 51% نسبه النادي وال 49% خلاص، وكان ده هو الضمان الوحيد. خلينا نفصل بين نوعين من الشركات، الشركة الخاصة بالرياضات اللي هي المادة 8 ألف، اللي هي طبعا بنتكلم على الكورة، ما هي كورة 8 ألف، و8 ب اللي بتتكلم عن شركات الخدمات الرياضية أو الأنشطة المتعلقة بها. شركات الخدمات الرياضية حضرتك تقدر تعمل فيها النموذج اللي أنت عامله ده، 51 و49 وبتاع وكلام من ده، وتطرحها في بورصة وتعمل فيها اللي أنت عايزه. شركة الكورة خط أحمر قولا واحدا، يعني شركة أنا ضد طرحها في البورصة وضد دخول مستثمر. احنا ما نعرفش مين اساسا المستثمر. هل هو مستثمر؟ صوتت اللائحه اللي فاتت ولا صوتت ضدها دكتور وليد؟ اللائحه اللي فاتت بتاعت المهندس عنتر التي لم تعتمد، لانها اتعملت في المقر. صوتت اللائحه اللي فاتت. والماده دي كانت بتقول ايه في اللائحه اللي فاتت؟ ده انا هاجي لك للماده دي، كويس انك اثرت الموضوع ده عشان عشان نرد. الماده دي ما كانتش بتعطي حق الجمعيه العموميه. لا لا لا، ده انا عايزك ترد للراجل حقه. ده كويس انك اثرتها، بس اخلص اللي بقوله وهرجع لك للماده 10 في اللائحه اللي فاتت. اتفضل. المادة 8 دي في مستثمر هيخش، أولا احنا مش عارفين الطرح هيبقى المستثمر الرئيسي، يعني هو اللي هيبقى واحد ولا هيبقى لأفراد، في إيد أفراد. طيب هو في إيد أفراد، بقى في 49% بره إيدي. الأسهم هيتم تداولها في البورصة. مين اللي هياخد الأسهم دي؟ اللي أنت ما تقدرش تبيع لواحد سهم وتقول له والنبي ما تبيعوش، لا هو هيبيعه. طب دخل حد خد حصة حاكمة. ما هو دايماً هيكون في هيكون في سقف نص عليه، ضوابط لموضوع البيع وحد أقصى. الحد الأقصى لامتلاك الأسهم يعني. لامتلاك الأسهم. عشان ما تديش فرصة لأي حد يعمل، لأن يعني ممكن يجي يطلب من حضرتك كرسي في مجلس الإدارة، هو اطلع على كل أسرار النادي. بالظبط. فدي قضية مثلاً لابد من إن إحنا نخلي بالنا منها. النادي الاهلي يناسبه النموذج بتاع برشلونه. ده النموذج حضرتك فيه ثلاث انماط للملكيه، في انديه زي البارسا كده الملكيه بتاعتها للاعضاء. في انديه اخرى ملكيه خاصه بالكامل زي مانشستر يونايتد. الانديه الانجليزيه معظمها. في انديه زي اجاكس امستردام مثلا في خليط بالاثنين. كويس. النموذج المناسب للنادي الاهلي هو نموذج برشلونه. كويس. الملكيه تبقى الاعضاء. ملكيه 100% للنادي. طب انا النهارده عايز تمويل، هتيجي حضرتك تقول لي عايز تمويل، هجيب تمويل منين؟ ما فيش تمويل. لا، في تمويل حضرتك. انت عندك جمهور كويس لا يقل باي حال من الاحوال عن 80 مليون. انا اطرح لهذا الجمهور سندات، والجمهور نفسه، ده الجمهور نفسه يتبرع. لا انا مش عايزه يتبرع، ده انا عايز اطرح له سندات، مش اسهم بقى. اسهم يعني دخلت ملاك معايا، انما سندات انا بطرحها مثلا لمده 10 سنين زي فكره قناه السويس.
66 مليار اتلموا في اسبوع. انت تقدر في النادي الاهلي تعمل نفس النموذج ده وهيحصل، وتصبح ملكيه الشركه بالكامل للنادي الاهلي. شركه الكوره لا يصح باي حال من الاحوال ان يدخل فيها اي حد، لان في يوم من الايام ما نعرفش الاسهم دي هتبقى في ايدنا. انا بطمن حضرتك انه التعديل احنا ده انا كان معايا امبارح وزعته على انا ما اعرفش والله ما شفتوش، بس اذا كان تم ده تم طبعا فانا التعديل طبعا واتحطت واتحطت رؤوس حاكمه ولن يتمكن احد من الانفراد ولا السيطره على انت بقى حضرتك خدتني في حته بتاعه الماده 10 وفي النهايه خلي بالك اي تعديل العوده الجماعيه العموميه مش الجماعيه العموميه للشركه بقى العوده الجماعيه العموميه للنادي للنادي اللي تقرر. اللائحه اللي حضرتك صوتت عليها بالموافقه دكتور وليد ما كانتش ده كلام، دي كانت الشركه الوحيده اللي ما فيش فيها العودة الجامعية العمومية عشان ما كانتش شركة عشان ما كانتش شركة. امال ايه؟ ما هو لو حد قرا هذه اللائحة استخدمت الحقيقة، يعني هناك من استخدمها بسوء نية لأغراض انتخابية وهناك من استخدمها أو ما فهمهاش بحسن نية. المادة كانت بتنص على ايه؟ وللنادي الحق في إنشاء شركة إدارة لإدارة الكرة، لإدارة أستاذ شريف في فرق بين شركات الإدارة والتشغيل، وده النموذج اللي لازم الأهلي يعمله النهاردة على فكرة. عشان بس احنا لازم نرد للراجل حقه، والراجل كان رايح لفكره انه يعمل شركه اداره وتشغيل. يعني ايه شركه اداره وتشغيل؟ النادي النهارده هو المالك 100%. انا عايز اقول لحضرتك اتفضل انه احنا ما عندناش غضاضه اطلاقا ولا لا. انا فاهم بس بقول كلمه حق والله. انت تعلم انه وانت عارف محمود طاهر له كل الاحترام والتقدير وقدم الاهلي كثير ويستحق التحيه. لا 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 يعني والكابتن محمود خطيب يعني دائم الاشاده بالراجل طبعا وده عمله في النادي وخد المفاجاه له في النادي وكان حريص انه يبعت له جواب مع اللائحه يقول له انا عايز استفيد من خبرتك زي ما بعت للكابتن حسن حمدي التاريخي يعني الرئيس ما انا قلت لك في مشاهد لن تراها الا في الاهلي ان الكابتن الخطيب يدعو الاعضاء السابقين ورؤساء السابقين، ان المهندس محمود طاهر يدعو الكابتن الخطيب يقعد جنبه في ماتش عشان الاثنين وهم متنافسين في انتخابات عشان يشجعوا حاجه عظيمه. يعني خلينا بص دي مشاهد مش هتشوفها النادي الاهلي يعني ده النادي الاهلي، لكن خلينا نتكلم في فكره شركات الاداره لان ده النموذج الناجح اللي يصلح في الاهلي النهارده. النادي هو المالك بنسبه 100% كويس. هو الفيفا بتشترط ايه؟ بتشترط فقط انك تفصل حسابات الكوره تعمل لها حساب بنكي مستقل او تنشئ شركه لاداره الكوره. شركه هنجيب الخبراء الفنيين، نجيب الكابتن طه اسماعيل والكابتن انور سلامه والكابتن كل القامات اللي عندنا. النادي هو اللي بيملك 100% والشركه هي اللي بتدير، لان القانون بيحظر على اعضاء مجلس الاداره ان هم يبقوا اعضاء في مجلس اداره الشركات. صحيح. وده احد على الاقل يكون مر سنتين على خروجه من مجلس الاداره كده انت متحكم بالكامل في الشركه. وده اللي كان رايح له المهندس محمود طاهر. ولو حد رجع النهارده يراجع ورايا انا حافظ الماده 10 يراجعها النهارده الماده 10 هيلاقي للنادي الحق في انشاء شركات لاداره الكره، لا كان فيها بيع ولا شراء ولا طرح في البورصه. الماده 10 كانت مكونه من فقرتين، دي كانت فقره لوحدها. الخطا الوحيد الذي وقع فيه المهندس محمود طاهر ان كان لازم تبقى جمله من اول السطر صحيح عشان تبقى واضحه للناس، عشان كده اسيء استخدامها. فالحقيقه لا ما كانش الكلام كده، وشايف ان لازم شركه اداره. انا بعتقد انه في توافق طبعا كبير بين الرؤى وبين هذا الـ الحوار المثمر طبعا اللي بيكون في النهايه راي يقدروا القانونيين واصحاب الراي يستفيدوا منه لخدمه النادي الاهلي طبعا. لانه الحقيقه دكتور وليد خلينا نتفق يعني وانا واثق ان حضرتك تتفق معايا انه احنا لامسين انه لا احد يعمل لاي مصلحه خاصه، الجميع يهم فقط مصلحه النادي الاهلي. ما هو ده المصلحه العامه. ما هو صح. بص هو ايه اللي بيميز الاهلي عن اي حد في الدنيا؟ ارجع تاني اقول لحضرتك ان في لحظه احنا الكل في واحد، الكل يسعى الى مصلحه واحده. الخلافات لها سقف لا يستطيع احد ان يتجاوزه. اللي بينتقد بينتقد لمصلحه النادي الاهلي، والمؤيد مؤيد لمصلحه النادي الاهلي. بنتفق في الهدف، في وحده للهدف، في رقي في الاختلاف. صحيح. في الاخر احنا بنختلف في وبعدين الأسلوب. الحقيقه تقديم النسخه او المشروع للحوار والاستجابه طبعا، وهنا هي دي النقطه الحاكمه اللي حضرتك اتكلمت عنها في الاول، لاراء الاعضاء القيمه والاستفاده منها والتعديل، ده دليل كبير جدا على المصداقيه والشفافيه اللي بيتحرك بيها مجلس طبعًا الاداره. طبعا 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 يعني ده خلينا نتفق عليه. يعني قد تكون شهادتي مجروحه، لكن يعني ده الدكتور وليد الفيل الحقيقه الراجل يعني لا بص حضرتك واحنا حتى الصح لما هو بيدلي بدلوه في مادتين شايف ان هم محتاجين اعاده نظر ده شيء يحترم وبالتاكيد الساده وللمصلحه العامه طبعا. احنا بنتكلم في الاخر تمام للمصلحه العامه. انا بقول لحضرتك النهارده اطرح سندات للجمهور، الجمهور الذي سدد من دمه في حب النادي الاهلي مش هيبخل عليك ان هو ده. هم الناس ده بيجيني دعوات من الجمهور يقول لي يا دكتور اتبنى الاقتراح ده ان نعمل اقتراح
ان احنا اللي نساهم نبني استاد الاهلي مثلا. الناس اقترحوا هذا الكلام، شركه لانشاء استاد بالزبط. البعض بالامس اتكلم في الشيخ زايد عن انشاء جامعه وتكون ليها بند خاص. كيف يكون لديك هذه القاعده الجماهيريه ولا تستفيد منها؟ خلينا نستفيد منها ونحافظ على هويه النادي الاهلي. اكثر ما يقلقني فرقه الكوره هي فكره هويه النادي الاهلي، ان احنا لازم نبقى حريصين على الهويه دي. طيب انت بعد ما تقرا بقى اللائحه في شكلها النهائي وهي تكون متاحه خلال 4-5 ايام، لازم هقول لك رايي النهائي صدقني. أربو. لازم، بس انت خلاص وقتنا خلص عشان في شويه نقط كده. اتفضل. في عجاله يعني معنى اقل من 4 ايام؟ لا، اصل كان في نقط لازم تصربل. اتفضل. بند الثمان سنوات، انا برضو كنت من الناس وقلت هذا الكلام عشان ما حدش يزايد في نفس المكان ده في لائحه المهندس محمود طاهر وفي اللوائح اللي قبلها. بند الثمان سنوات كان لابد ان يدرج اي مؤسسه محتاجه لتعاقب القيادات ولتجدد الرؤى. ما ينفعش حد يستمر في موقعه اكتر من 8 سنوات في اي موقع في الدوله، مش في النادي الاهلي بس. رأي محترم، فدي قصه شايفها. بس الحقيقه احنا استقبلنا ما يزيد عن 200 مقترح، منهم 150 مثلا بيطالبوا بالغاء بند 8 سنوات. والله انا بقترح في حين مين الشهاده لله والوطن والتاريخ يا دكتور وليد، وحضرتك تعلم هذا الكلام، انه اللي وضع هذا البند وكان مصر بيه وكان الخطيب. انا عارف ده، وحطه على الرئيس بس. أنا عارف عشان ده. كمان ما يلزمش لا النائب ولا امين الصندوق ولا على اقل تقديري. على اقل تقديري وهو عايز اقول لك حاجه، وهو مش مرتاح لالغاء. يعني هو نزل على رغبه الساده اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يشيلوه، يقول لك سيب لنا الحق احنا كاعضاء جمعيه عموميه نقرر. على اقل تقدير يجب ان يفرض على المناصب، ده برضو رايي خاص. دي وجهه نظر محترمه من الجمعيات العموميه. برضو عندي نقطه مهمه فيها. الجمعيه العموميه العاديه يجب ان يكون التصويت فيها على الميزانيه تصويت سري وليس علني. ما ينفعش نضع الاعضاء تحت ضغط ادبي او معنوي. حضرتك قلت ده في المداخله بتاعتك في الندوة وبكرره هنا. عظيم. الجمعية العمومية غير العادية ما ينفعش الدعوة ليها تبقى 10% من الأعضاء، لأن هذه النسبة تعجيزية. لابد من وضع نصاب معقول للدعوة. اتغير. اقترح انه يبقى 5000 عضو، ده رقم معقول. 5000. طب ده كده يبقى هايل. بالنسبة للمخالفات والجزاءات، نادينا بان الجزاءات تحدد محترمه كويس، بس لابد كمان تحدد لي حضرتك انت هتوقفني سنة امتى او شهر امتى. يعني لابد ان ترتبط المخالفة بالجزاء، فدي برضو قصة لازم تبقى واضح المخالفة دي زي القانون. يعني من أول ما بيتم التحقيق أو من أول ما بيتم التوقيف بيحسب ليك. يعني في شخص قاعد يتحاكم مثلا 4-5 سنين وبعدين جه اتحكم عليه بخمس سنين، هو بالفعل قضاهم فانتهت المدة. يعني الموضوع شؤون العضوية يجب إلغاء الجملة بتاعت أي رسوم يقررها مجلس الإدارة. اتلغت. اصل الناس في النادي قالوا اللائحة المالية. لا اللائحة المالية ما بتقولش كده. لا كويس. موضوع رابطة المشجعين حاطين سن 21 سنة. لا 21 سنة كتير. الناس احنا بنتكلم ولادنا في القانون سن الرشد بقى. كويس. ايوه بس هو بيطلع ارجع ليها في قانون الرياضة. كويس. يعني مش شايف لها. ارجع ليها في قانون الرياضة. طيب طالما حضرتك بقى خبير لوائح وبتحب تقرا وبتتابع قوانين. ارجع لها في قانون الرياضة. العضوية الموسمية والعضوية التبادلية اتلغوا. يعني انا كده يبقى احنا بنتكلم كلام محترم، قربنا جدا من بعض. مراقب الحسابات برضو دي في تعديله كده لازم تتعمل. كويس. ان اللائحه تم تعديلها، يعني المجلس قال ان يرشح من المجلس. هو القانون اساسا انا يعين، ودي حاجه دي بلوى من بلاوي القانون. القانون فيه عوار كبيره. طبعا بص حضرتك، هو القانون المجلس بيرشح وبيحدد له مكافاه وبيعرض على الجمعيه العموميه. ده المفروض. كويس. لكن في نقطه عايزه تتعدل، ان اللائحه اشترطت انه يكون مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين في الهيئه الماليه للرقابه او في الهيئه العامه للرقابه الماليه. لكن القرار ده في اللائحه الماليه اتعدل بقرار 670 واصبح سجل المحاسبين والمراجعين. دي نقطه لازم ياخدوا بالها منها. سجل المحاسبين والمراجعين ده قرار 670. لا ده هذه المقترحات القيمه هنعرضها على اللجنه. يعني دي بس لان اللجنه عندها اجتماع بكره. فبالتالي اذا كان هناك شيء قانوني مع مجموعه المقترحات الاخرى اللي وصلتهم هيبقى شيء عظيم جدا. انا يعني كده تقريبا. في شؤون العضويه برضو كويس. حالات فصل العضويه اتبذل فيها جهد وشغل لدرجه انه اعضاء الشيخ زايد امبارح اشادوا اشاده بالذات اخواتنا الفضليات بحجم ما تم. يعني في حاله اخيره واحده حملتني بامانه ليها. هي دخلت هي وجوزها. ودي برضو ممكن هي حاله عامه. الاثنين اشتركوا مع بعض في نفس الوقت. اشتركوا كل واحد عضو عامل. لا اشتركوا مع بعض. يعني هو هي راجل ومراته. هو اشترك وضمها عضو عامل واحد. كويس. مع بعض. كويس. حصل ما بينهم انفصال. كويس. اصبح هو من حقه يضم زوجته الجديده. انما هي مش من حقها تضم زوجها الجديد. ودي برضو يعني في هنا تفرقه بين ده بناء على اللائحه الاسترشاديه. كويس. ولا اي لائحه؟ لا ده الوضع القائم دلوقتي. الوضع القائم. فانا ارجو الحته دي يعني دي نراعيها. على ما اذكر الاستاذ ابراهيم الكفراوي اتكلم هنا في النقطه دي، انه الجواز اذا استمر 5 سنين وحصل انفصال يبقى من حق العامل واحد ان هو يحتفظ بعضويته، لكن لو اقل من 5 سنين
تدفع نص العضويه، لان انت عارف اللي بعض كان بياخدها تجاره واتظبطت مش في الاهلي بس، حالات كبيره جدا مش في الاهلي بس لا ده في انديه اخرى يعني. انا بعتقد انه المواد الخاصه بشؤون العضويه لما حضرتك تقراها بعد التعديل، ما هنشوف بقى التعديل النهائي حزوها، يعني حاجه عظيمه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، واعاد الحق للسيدات اللي كان زوجها بيتوفى والمطلقه والمطلقه والارمله، ده كان طبعا ده كان ظلم الحقيقه يعني الحقيقه كل، وللبنت مثلا اللي هي اصلا العضو الاساسي وبعدين ضمت زوج وطلقت. انا اول واحد اثرت كان الغريب في القانون القديم واللائحه القديمه انه الزوج ياخد عضويتها القديمه، وده حصل احنا اثرنا الموضوع ده، وهي ترجع تعمل عضويه من الاول بعد الاستاذه يعني عبير فريد شوقي ربنا يبارك فيها ويرحم الوالد العظيم. بنتي مولوده في النادي تيجي النهارده حصل انفصال لا قدر الله مع جوزها، تيجي تعمل عضويه من الاول، تخيل هي اللي تدفع الفلوس والزوج ياخد العضويه، هو ياخد العضويه يعني لا ده اتلغى، تعود لها العضويه القديمه والزوج هو اللي يبقى عضو. ده طبعا رد، يعني انت هتبقى سعيد الحقيقه لما تقرا المواد دي. انا اتمنى ان تليق اللائحه بالنادي الاهلي وباعضائه وبقيمته وبقدره، وباكد كمان مره ان اي حاجه صح وهتكون في مصلحه النادي الاهلي سنكون من الداعمين لها بلا جدال. انت عارف يا دكتور وليد انا على ثقه انه هذه اللائحه ستكون هي الاعظم، مع اني ما بحبش استخدم افضل تفضيل يعني، والافضل بين كل لوائح الانديه وبما تسق مع القانون والميثاق الاولمبي والدستور، لانه ببساطه شديده كل ابناء الاهلي وعائله الاهلي شاركوا فيها وادلوا بدلوهم وحصل تعديلات كبيره جدا، وطول ما النادي الاهلي بيمتلك ابناء كانوا متفقين او مختلفين طبعاً زي حضرتك وزي الثاني الحقيقه سيبقى الاهلي يعني نقول ايه في حمايه الله اولا وفي حمايه عائله الاهلي وجمهور لاعبينه ومحافظا على مبادئه وعلى قيمه وعلى بطولاته وعلى كل حاجه كويسه ان شاء الله. كلنا هنمشي والاهلي هو اللي هيفضل. المهم دلوقتي انا عايز واحد من حضرتك انه انك في مقدمه صفوف 28 سبتمبر للتصويت على اللائحه ايا كان رايك. لا لا ما هو طبيعي ما انا دايما مع المشاركه مش مع السلبيه. احنا رايحين نصوت على لائحه ليست لائحه، قلت الكلام ده في عاده المهندس محمود طاهر، قلت ليست لائحه محمود طاهر وانما لائحه الاهلي. النهارده بقول هذه ليست لائحه محمود الخطيب، كده لائحه الاهلي مع حفظ الالقاب للاثنين طبعا. الخطيب هيمشي ومحمود طاهر مشي وكابتن صلاح الله يرحمه مشي وكابتن حسن مشي وكلنا هنمشي، هيفضل النادي الاهلي هيبقى، كلنا الافراد زائرين وليبقى الاهلي فوق الجميع. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك على هذا اللقاء. الشيء يذكر الحقيقه دكتور وليد، كنت بدردش مره مع كابتن محمود الخطيب فبيتكلم عن تصوره وعن برنامجه وعن حلمه للنادي ودأبه وانتحاره الحقيقه، فبقول له يا ده الكلام ده لو نفذ يا كابتن محمود الحقيقه انت هتبقى انجح، يعني خلني التعبير يعني هتبقى انجح رئيس نادي في تاريخ النادي الاهلي. تخيل هو اتخض كده وقال للشيف مفيش عندنا احسن وانجح، احنا كلنا بنكمل بنسلم بعض بالظبط يعني. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا ربنا يخليك الفيل، هذه الشخصيه الجميله عضو النادي الاهلي، والشكر جزيل وموصول لحضراتكم. هنسيبكم مع مجموعه من التقارير واستكمال كمان باقي فقرات الاهلي الليله، وزميلي العزيز الشاب المتميز امير هشام في فقرتنا القادمه، اليك امير.